مساء الخير. بعد أن كانت إيران تؤكد طوال الوقت أن من يعرقل التوصل لاتفاق جديد حول برنامجها النووي هي الولايات المتحدة، صعق مسؤول النظام فيها برفض روسيا إنجاز هذا الاتفاق بعد أن بات جاهزا. لم يتمالك الإيرانيون حلفاء الروس العتيدون أنفسهم، وخرج العديد من مسؤولي نظام الملالي عن طورهم فهاجموا موسكو واتهموها بالتلاعب بمصير بلادهم ومصالحها وبممارسة الوصاية عليهم خدمة لأجندتها. والواقع أن هذا ما حصل بالفعل. رفضت روسيا في اللحظات الأخيرة التي سبقت التوقيع المفترض على الاتفاق يوم 24 من شباط فبراير الماضي إتمام الصفقة، مشترطة تقديم ضمانات مكتوبة بإعفاء تعاملاتها الاقتصادية والعسكرية مع إيران من العقوبات التي فرضت عليها مؤخرا بسبب غزوها لأوكرانيا. صرخ الجميع: وما علاقة هذا بذاك؟ لكن هل تعتقدون أن روسيا بهذه السذاجة حتى تمرر صفقة على مستوى البرنامج النووي الإيراني تهم كل العالم تقريبا من دون أن تحقق مكاسب من ورائها، حتى وإن كان على حساب حليفتها المقربة إيران؟ تعرف موسكو أنه لا يمكن للولايات المتحدة وأوروبا المتعطشتين لنفط إيران وغازها اليوم تجاوزها في هذه الصفقة، فروسيا هي المسؤولة عن نزع اليورانيوم مرتفع التخصيب من طهران، وهي التي تعرف كل تفاصيل تطورات البرنامج النووي الإيراني على اعتبار أن مختبرات هذا البرنامج روسية الصنع، وبالتالي يجب أن تحصل على ما تريد الحصول عليه، وإلا فليذهب الاتفاق إلى الجحيم. من صالح موسكو إذن عدم تجديد الاتفاق النووي، أو على الأقل تأخيره قدر الإمكان. فمن يحتاج النفط هم أعداؤها الغربيون، ومن يحتاج الأموال هم حلفاؤها الإيرانيون. لذلك كان على هؤلاء الأعداء والحلفاء التلويح بصفقة خارج إطار 5+1 تستبعد الروس، وهو ما ألمح إليه مسؤولون أمريكيون مؤخرا محاولين إغراء إيران التي لم يعجبها الأمر على ما يبدو. لذا استشعر الكرملين الخطر، وعلى الفور استدعي وزير خارجية إيران إلى موسكو التي أعلن وزير خارجيتها أنه يجري الإعداد لتوقيع وثيقة عمل جديدة بينها وبين إيران، أو بلغة أخرى أكثر بساطة: إذا كنتم أيها الأمريكيون تعملون على وثيقة عمل جديدة فنحن يمكننا إنجاز وثيقة مختلفة أيضا. الأمر معقد وبشدة أيضا، والمنافذ التي تبدو مفتوحة سرعان ما تغلق بحكم تضارب المصالح. والملف النووي الإيراني يؤثر على كثير من الملفات الأخرى التي تنتظر منطقة الشرق الأوسط الاتفاق عليه أيضا، وهي مرتبطة بهذا الملف. مفاوضات التطبيع بين السعودية وإيران توقفت مع تعثر مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. مساعي تشكيل الحكومة العراقية تعطلت أيضا مع تعليق مفاوضات فيينا. محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل جمدت بطلب من حزب الله ذراع طهران. كل هذا يحصل اليوم بعد أن كان العالم ينتظر انفراجة في جميع هذه الملفات فيما لو وقع الاتفاق النووي الجديد مع إيران. فهل عادت عقارب الساعة إلى عام 2018 مجددا، أم إننا بانتظار أن تدق على توقيت أوباما الشهير عام 2015؟ مرحبا بكم إلى التفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من لندن بالدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من طهران، أرحب بالأستاذ عدنان زباني الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني، ومن واشنطن أرحب بالدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام لهذه الحلقة من تفاصيل. البداية معك دكتور نبيل ميخائيل من واشنطن، وأبدأ معك بما صرح به اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإيراني عبد اللهيان، عندما قال: لقد حصلنا على الضمانات المطلوبة خطيا وتم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. هل فعلا أعطت واشنطن ضمانات مكتوبة فيما يتعلق باستثناء
التبادلات التجارية والعسكرية بين إيران وروسيا من العقوبات التي فرضت مؤخرا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا؟ تحيه حضرتك وللضيفان العزيزان وللسادة المشاهدين والمشاهدات. ممكن بس يجب الإعلان عن هذا الاستثناء من واشنطن، مش من موسكو أو مش من طهران. يجب أن يصدر تصريح من إدارة بايدن بأنه فعلا، حتى أنا شخصيا لا أرى أنه لا حاجة إلى إصدار تصريح مكتوب. ممكن يكون التصريح شفوي، إيران وروسيا هتعاملان مع بعضهم البعض خارج منظومة العقوبات. أنا أقترح أن أو أعتقد آسف أن إدارة بايدن ستوافق على استثناء إيران من منظورة العقوبات، لكن أيضا أرى أمر خطير، ألا وهو أن بايدن قد يعني على الرغم من حدة الحماس لمعاقبة روسيا، هناك نية لا أحد يدري إلى أي درجة ستطبق باستثناء روسيا من بعض العقوبات. يعني إن لما كان في أوائل الأسبوع الماضي حديث عن أن نورث كوريا، كوريا الشمالية بتطور صواريخ باليستية خطيرة، على طول الأمر الصدر هنا من واشنطن من البنتاغون وزارة الدفاع، يجب أن تعمل موسكو وبيجين الصين وروسيا على احتواء الخطر الكوري الشمالي. فأعتقد أنه على الرغم من تشدد بايدن تجاه روسيا فيما يتعلق بسياستها تجاه أوكرانيا، تدريجيا هيبقى في استثناء لروسيا من عقوبات كثيرة، طبعا لأن روسيا ليها دور كبير في الأمن القومي الدولي والأمن الدولي، وربما أيضا هذا يؤثر على الموقف في سوريا رغم أن هذا يحتاج إلى شرح بالتفصيل. هذا يا دكتور نبيل يأخذنا إلى تساؤل آخر، لماذا قد تعطي الولايات المتحدة وإدارة بايدن تحديدا أي ضمانات سواء شفهية أو مكتوبة لروسيا من أجل إتمام هذا الاتفاق النووي؟ ألا يمكن إنجازه بمعزل عن روسيا؟ ألا يمكن تشكيل لجان جديدة؟ أم أن الموضوع أكثر تعقيدا مما نتصور؟ هو ممكن طبعا يمكن إنجاز الاتفاق بعيدا عن موسكو، لكن أعتقد أن رغبة بايدن الشخصية هي أن يكون الاتفاق شامل وعلى غرار اتفاق عام 2015، لأن أولا هو هاجم ترامب بسبب الانسحاب من هذا الاتفاق، هو اعتبر توقيع الاتفاق مرة أخرى أحد وعوده الانتخابية، ثالثا هو استثمر منه الكثير من الوقت والمجهود، فأعتقد أنه سيقيم عدة استثناءات، ربما أيضا استثناءات تتعلق بالصين، فبدون يعني الخوض في تفاصيل. فبايدن يسعى إلى اتفاق مع إيران يعني بكل الوسائل وبشتى الطرق، حتى لو خالفت سياسته الحالية تجاه روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا. طيب أرجو منك البقاء معنا دكتور نبيل، أعود إليك بعد قليل إلى طهران مع الأستاذ عدنان زماني الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني. أرحب بك معنا من جديد أستاذ عدنان، ما سبب الزيارة بداية؟ ما الموضوع الملح اليوم الذي بحث بين وزيري خارجية البلدين إيران وروسيا قبل أن نتطرق إلى الاتفاق النووي وموضوع عرقلته من عدمها من قبل موسكو؟ تحية لكم وللمشاهدين الأعزاء ولضيفيكما الكريمين. أهلا. سبب الزيارة سأتحدث عنه بعد قليل، لكن دعني أقف قليلا عن التعقيدات التي نتجت عن الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية. كما تفضلت في المقدمة الجيدة التي أتيت عليها، كل هذه الأحداث التي وقفت والمفاوضات بين السعودية والحكومة العراقية والاتفاق النووي والمفاوضات في فيينا، كل ذلك يدل على تعقيد المشهد الدولي وارتباط القضايا ببعضها ببعض. لكن بالنسبة للداخل الإيراني أو الموقف من تطورات الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، نحن في الداخل الإيراني هناك يوجد صعيدين من الموضوع في هذا النسبة. الموضوع الأول وهو الصعيد السياسي. الصعيد السياسي الرسمي حتى الآن لم يتخذ موقفا صارما ومنتقدا بشكل صريح من روسيا وموضوع اشتراطها بالنسبة للعقوبات أو الإخفاءات. لكن على الصعيد الإعلامي هناك تياران، تيار إصلاحي وتيار بس عبداللهيان اليوم عذرا للمقاطعة، عبداللهيان اليوم قال أن بلاده بشكل صريح وفي المؤتمر الصحفي مع لافروف قال أن إيران هي ضد الحرب على أوكرانيا وما زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد
لحل أي خلاف. هذا موقف. هذا لم لا ينكره أحد، لكن الذي أريد أن أقوله هو أن الإيرانيين حتى الآن لم يتخذوا موقفا رسميا ضد روسيا، بمعنى لم يدينوا الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يطالبوا روسيا بمثلا التراجع عن مطالبها، وإنما صرحوا غي أكثر من مرة أن أو بعض من المسؤولين صرحوا أن المطالب الروسية أو الضمانات التي تطالب بها موسكو هي تأتي تكملة للمطالب الإيرانية السابقة، وبالتالي لا تعتبر تعرقل المفاوضات. لكن التيار الإصلاحي وهو تيار صاحب نفوذ وشعبية لا بأس بها في الداخل الإيراني يرى أن روسيا في الأساس لم تكن ترغب في التوصل إلى اتفاق النووي، لكن وبعد أن حدثت الأزمة الأوكرانية يعني أصبح هذا الأمر واضح وجلي، لهذا هم يطالبون ويدفعون حكومة إيران بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز الدور الروسي. لكن على الصعيد السياسي أو النظام أو منظومة الحكم في إيران ترى أنه من الأفضل ومن الأكثر ضمانا للحكومة الإيرانية أن تحصل أو تتوصل إلى اتفاق نووي بحضور روسي، لأنها تعتقد بأن ذلك سيضمن لها مصالح. أما عن سبب الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى روسيا، فأعتقد أنها لمزيد من التنسيق بين الطرفين، كما ذهبت اليوم وسائل الإعلام الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي لمواجهة الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة وللتنسيق الجهود والمساعي في الخروج بصيغة مشتركة من الاتفاق لمواجهة العقوبات المفروضة على البلدين روسيا وإيران. طيب انتقل إلى لندن مع الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي، ورحب بك معنا من جديد دكتور محمد. كون روسيا تقوم بأدوار خاصة في مساعدة إيران على تنفيذ الاتفاقية مثل شحن اليورانيوم المخصب وغيرها من الأمور التقنية المتعلقة بالمفاعلات النووية، فإن عدم وجودها في أي اتفاق قد يعطل بالفعل هذه الآلية، ولابد من البحث عن بديل. برأيك كما سألت الدكتور نبيل قبل قليل، ما الذي يدفع الإدارة الأمريكية أن تعطي ضمانات لروسيا فيما يتعلق باستثناء أي تعاون اقتصادي وعسكري بينها وبين إيران من العقوبات المفروضة مؤخرا؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء أيضا. هناك يعني سؤال لافت جدا، وهذا يعني أن الاتفاق الذي سعى إليه الطرفان، سعى إليه الطرف الأمريكي والإيراني أيضا، أصبح حاجة للبلدين، والدليل على ذلك أن طهران كانت شديدة الغضب من هذا الموقف الروسي، وهذا يتناقض تماما مع السلوك الإيراني الذي كان مكابرا في الذهاب إلى المفاوضات، ويظهر بمظهر المعترض الدائم والمتدلل جدا على الانضمام إلى هذه المفاوضات. وإذ بعد أن تم الحديث عن قرب التوصل إلى الاتفاق وظهر هذا الموقف الروسي وانتفض الموقف الإيراني بشكل يفترض أن لا يكون مناسبا للسلوك السابق. ثانيا، أن الولايات المتحدة في هذا الظرف بالذات، في الظرف الأوكراني بالذات، أصبحت ربما تعتبر أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو خدمة لمصالح الولايات المتحدة في هذا الجهد الحربي. نعتبر أن الكلام أصبح واضحا، أن السوق النفطي وسوق الطاقة أصبح يحتاج إلى الجهد الإيراني في هذا المجال، وأنه محاولة إقناع إيران في ضخ نفطها باتجاه أوروبا لتكون تعويض محتمل عن الطاقة التي تضخ من قبل روسيا، هذا أيضا بإمكانه أن يكون عامل. لكن الغريب بالموضوع أيضا أن تذهب روسيا إلى الطلب من الولايات المتحدة بأن تعطيها ضمانات، وهذا أيضا لا يليق بدولة كبرى كروسيا في هذا الشأن، ولا يليق بدولة تخوض حرب ضد الغرب حاليا كما تقول هي في أوكرانيا. وفوق ذلك، عندما يؤكد سيرجي لافلوف اليوم أنه فعلا الولايات المتحدة أعطته هذه الضمانات وكأنه تقدم بطلب إلى الباب العالي والباب العالي وافق على إعطاء هذه الضمانات، وهذا طبعا يختلف تماما ويبتعد تماما عن اللغة التي تستخدمها روسيا حاليا في أوكرانيا وضد الناتو وضد الحلف الغربي.
فوق ذلك أيضا أعتبر أن إيران رأت أن الأمر جدي وأن روسيا فعلا بإمكانها تعطيل هذا الاتفاق إلى درجة تستدعي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو، وتستدعي يبدو الاتفاق على صيغة جديدة من العلاقة بين البلدين، خصوصا أن الغضب الإيراني الذي ظهر سريعا وعنيفا يمكن أن يعطي إشارة أيضا أن إيران الذاهبة إلى اتفاق جديد مع ال5+1، يعني مع المجتمع الدولي، يعني مع الولايات المتحدة أساسا، بإمكانها أيضا أن تذهب بخيارات أخرى قد تبعدها ولو تكتيكيا عن روسيا في هذه الحقبة وفي هذا الحدث بالذات، الحدث الأوكراني الحدث. هل ترى أنه الاتفاق اليوم يحمل ملامح وبنود جديدة مختلف عن اتفاق 2015؟ لأنه لا يوجد حتى الآن أي تصريح رسمي يمكن أن نستند إليه فيما يتعلق بملامح الاتفاق الجديد. يفترض أننا طبعا لا نستند إلى معطيات ولا على معلومات، لكن لو كان الأمر يتعلق بالعودة إلى اتفاق 2015 كما هو لم يكن الطرفان بحاجة إلى هذه المفاوضات التي تستغرق واستغرقت أشهر. كان بإمكان الرئيس بايدن كما وعد تماما أثناء حملته الانتخابية بأن يذهب منذ الأيام الأولى لدخوله إلى البيت الأبيض إلى التوقيع على مرسوم، كما فعل تماما دونالد ترامب حين خرج من هذا الاتفاق، خرج بمرسوم، بإمكان العودة إلى مرسوم، ويبدو أنه الولايات المتحدة بمؤسساتها لم تكن تريد هذا الاتفاق، وبالتالي بايدن لا يستطيع العودة إلى هذا الاتفاق. وعلى الأقل هناك يعني شيء جديد طرأ على هذا الاتفاق قد لا يطال الملفات الأخرى، على الأكيد ملف الصواريخ البالستية وملف نفوذ إيران في المنطقة، لكنه يحفظ ما وجه الطرفين، الطرف الديمقراطي في الولايات المتحدة والطرف الإيراني، والكل يريد أن ينزل عن هذه الشجرة العالية للتوصل إلى اتفاق وإلى تسوية. ويبدو أن جهد الطرفين في هذا الشأن قد فوجئ بالموقف الروسي، مما أدى إلى هذا التوتر وأدى إلى أن تذهب إيران يبدو لتفاهمات جديدة مع روسيا لإنقاذ هذا الاتفاق أمريكيا وإيرانيا. من جديد إلى الدكتور نبيل ميخائيل ضيفنا من واشنطن. دكتور نبيل، هل تعتقد اليوم أنه موضوع الصواريخ البالستية ونشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، متضمن اليوم في هذا الاتفاق الجديد، أم أنها أمور شكلية سيتم الالتفاف عليها بصياغات معينة في هذا الاتفاق، كون هذه الإدارة، إدارة بايدن الحالية، هي امتداد لإدارة أوباما، والديمقراطيون بالأساس لو كانوا مستمرين في الحكم لما يعني خرجوا من الاتفاق 2015؟ أنا أعتقد أن الاتفاق سيكون محدود وسيمتد إلى فترة زمنية لعدة سنوات، بعدها يمكن مراجعته وأيضا إما إلغاؤه أو إعادة تجديده، لكن هذا الاتفاق لن يفرج على كل أرصدة إيران المجمدة، لن يرفع كل العقوبات المفروضة على إيران، لن يتعرض إلى علاقات إيران القوية بعدد من الجماعات المسلحة مثلا حزب الله أو الحوثي في اليمن، كما أنه أيضا لن يعرقل إيران من تطوير تكنولوجيا منظومتها من الصواريخ البالستيكية وأنظمة دفاع وهجوم عسكرية متقدمة. لكن ربما إذا ما الجديد في هذا الاتفاق؟ الجديد هو إعادة الروابط ما بين إيران والعالم الخارجي، جعل نشاط إيران النووي مراقب مرة أخرى، وربما أيضا لا أقصد على مستوى البنود في الاتفاق، إذن هو نسخة عن 2015. نعم، لكن ربما يكون هناك نوع من المراقبة الأكثر شدة لمعدلات تخصيب إيران من اليورانيوم، بحيث أن يعني النقلة ما بين إيران وقدرتها على امتلاك سلاح نووي تكون صعبة، وده كان واضح لأنه من يومين ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية تحدثت إلى الكونغرس وبدون أي مقدمات قالت أن القضية الآن هي أن نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، كأن يعني المفاوضات وصلت إلى مرحلة
من قرب النهاية ولا تبقى إلا تلك المعضلة. فأعتقد أن ربما يكون هناك تعهدات حتى لو كانت شفوية أو مكتوبة علنا أو سرا بأن لا تطور إيران أي سلاح نووي لفترة ما من الزمن. وطبعا يعني القضية هي هل ستوافق الأغلبية من الشعب الأمريكي على هذا الاتفاق أم لا. أتوقع طبعا الجمهوريين حيشنوا حملة شديدة ضده. سيخضع للمراجعة في الكونغرس؟ طبعا لا شك في هذا. يعني مش بس مراجعة، مراجعة إعلامية، مراجعة إكاديمية قبل يعني التوقيع دكتور؟ أيوة، ما هو ده زي أي اتفاق أمريكا بتوقعه. أمريكا هتوقع معاهدة مع بنما تديها قناة بنما، يبقى في جدل واسع. معاهدة سولت مع السوفييت في جدل ممتد. جميل. طيب برأيك يا دكتور نبيل، يعني وفق ما قرأته في الأعلام الأمريكي مؤخرا خلال الفترة القصيرة الماضية، أنه هناك أصوات حتى من الديمقراطيين تطالب بتعديلات جذرية وإدخال بنود إضافية على اتفاق 2015، لأنه خلال السبع سنوات هذه المنطقة أصلا تغيرت، كل المعطيات تغيرت، فما بالك عن الجمهوريين؟ هل سيؤثر اليوم هذا أو هذه الضغوط من قبل الديمقراطيين أو الجمهوريين على إدارة بايدن؟ هل ستدفعه إلى تعديلات إضافية برأيك؟ كيف سيكون ممكن أو طبعا هيبقى في جدل واسع نطاق ويعني شديد الحمية، لكن بايدن أعتقد أنه سيسعى إلى تمريره عن طريق ما يعرف باسم الإكزيكيتيف أوردرز، أو كيف يستخدم سلطته على في قمة السلطة التنفيذية لإمرار هذا القانون ويصبح ما يعرف في أمريكا law of the land أو قانون البلد، يعني يبقى قانون أمريكي. فأعتقد أن بايدن هيستخدم سلطات واسعة، وهيبقى أيضا هناك جدل حول دستورية تلك السلطات الواسعة. يعني لا أستبعد أن يقاضي البعض الرئيس بايدن، وقد تصل الحالات القضائية إلى المحكمة العليا لبيان إذا كان هو يستخدم سلطته بطريقة شرعية أم غير شرعية من أجل الحفاظ على اتفاق مع إيران. لكن هل يفعلها بايدن ونحن على أبواب انتخابات نصفية؟ هيفعلها، بس يجب أن يقدم هذا الاتفاق على أنه اتفاق ينفع الأمن القومي الأمريكي. لذلك إحنا عندنا انتخابات تشريعية في ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وكل أعضاء مجلس نواب في الكونغرس، وانتخابات حكام وغيره في نوفمبر، يعني تقريبا حوالي 9 أشهر. الاتفاق مع إيران هيكون محل مناقشة واسعة النطاق من قبل المرشحين ل يعني مقاعد مجلس النواب ومقاعد مجلس الشيوخ. فالجدل حول إيران هيوصل إلى عمق أمريكا، إلى المستوى المحلي، وهيكون نقاش ساخن وليس من السهل احتوائه أو الوصول إلى تصالح أو توافق بشأنه. أستاذ عدنان زماني ضيفنا من طهران، أعود إليك من جديد، كاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني. هل من معلومات حتى الآن إن كان موضوع الصواريخ البالستية أو التدخل في دول المنطقة متضمن في هذا الاتفاق أم لا، وفق تصريحات معينة لشخصيات معروفة وفق الإعلام الرسمي الإيراني وفق متابعاتك؟ أبدا، على الإطلاق. يعني نحن دعونا لا ننسى أن التيار الحاكم في إيران هو التيار الأصولي الذي مبدئيا قد عارض ويعارض فكرة الاتفاق النووي والتفاوض مع الغرب. نعم، صحيح هناك حسابات خاصة للجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، لكن في الداخل الإيراني نعم هناك حسابات خاصة بين الخصوم السياسيين الأصوليون، لن يقبلوا باتفاق يعني يضمن المصالح، مصالح الأمن القومي الأمريكي فقط، يزيد الرغبة على برامجها النووي دون أن تكون هناك مزايا اقتصادية ملموسة. اليوم التيار الأصولي والحكم أو الحكومة عموما تشدد على إعطاء يعني الضمانات وإعطاء أو رفع العقوبات بالكامل والتأكد من صحة هذا الرفع. هذه الشروط الأساسية التي لا يكف الإعلام الحكومي الرسمي الإيراني في ترديدها، وبالتالي ليس من السهل الحديث عن صياغة جديدة من الاتفاق النووي تضمن مصالح جانب دون
جانب آخر. هذا مفهوم بالتأكيد، يجب أن يكون الاتفاق يقدم مصالح للطرفين، بس سألتك عن موضوع خطير، دول المنطقة اليوم هو سبب رئيسي من أسباب خلافاتها، تدخلها في المنطقة، التدخل الإيراني، إضافة للصواريخ الفلسطينية التي لا قيمة اليوم للنووي الذي تطوره إيران إن لم يتم تحميله على صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمله. إذا الموضوع مرتبط، ما في معلومات إن كان هناك أي بنود جديدة متعلقة بهذا الشق في الاتفاق الجديد أم لا؟ بالنسبة لي شخصيا أنا لم أسمع ولم أتابع أي حديث عن برامج إيران الصاروخي في طاولة المفاوضات. الموقف الإيراني لا سيما على صعيد المرشد والحرس الثوري واضح ومعروف بالنسبة لهذا الموضوع، لا نقاش البتة حول موضوع القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران، وبالتالي القول عنها أنها يمكن أن تطرح أو يتناولها المفاوضات النووية هو لم أشاهده ولم أتابعه على الأقل هذه الأيام. دكتور محمد قواص، هذا الاتفاق ما الذي يجعله ضروريا في هذا التوقيت لكلا الجانبين الأمريكي بالدرجة الأولى والإيراني برأيك؟ دكتور محمد، دكتور محمد قواص تسمعني؟ الآن أسمعك. طيب جميل، أعيد عليك السؤال، سألتك توقيع اتفاق نووي في هذا التوقيت إلى أي درجة هو ضرورة لكلا الطرفين سواء الأمريكي أو حتى الإيراني، لنفهم أيضا ما الدواعي لعدم مناقشة موضوع تدخلات إيران في المنطقة والصواريخ الفلسطينية. أولا لا أعرف إذا كنت تسمعني، لكن على كل حال، أولا أن هذا الاتفاق هو تنفيذ لوعد للرئيس بايدن حين تقدم بترشيحه، وبالتالي اعتبر أن هذه من الوعود الرئاسية. ثانيا أن المعركة الحالية الجارية، الصراع الجاري حاليا في أوكرانيا، يجعل من وجود إيران داخل السوق النفطي كما أسلفنا ضرورة للولايات المتحدة وربما ضرورة غربية. لكن أكثر من ذلك، إيران نفسها تعتبر أنه ما صعدت به من مستويات التخصيب بعد انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي كان تصعيدا من أجل عدم العودة إلى اتفاق جديد. هي تريد العودة إلى اتفاق كما كان عام 2015 مع تغيير صوري في بعض شروطه على أن لا يشمل الملفات الأخرى التي تريدها إسرائيل ويريدها كثير من دول المنطقة. أيضا ما يهم إيران حاليا هي استعادة مواردها المالية، وهذا طبعا أمر ضروري جدا وأمر المجمدة عاجل بالنسبة تقصد. المجمدة طبعا، وهذا أمر عاجل بالنسبة لإيران بغض النظر عما سيفرضه هذا الاتفاق من إعادة التزام بمستويات التخصيب وإعادة التقيد ببعض المعوقات الدولية وكل ذلك التي أساسا هي انتهكتها فقط للمناورة وللوصول إلى اتفاق أقل شدة. هي تعرف تماما أن هذا المجتمع الدولي لن يسمح لها بالوصول إلى القنبلة النووية ولن يسمح لها بتخصيب بهذا الإطار، لكن على أي حال هي لا تخسر شيء بالعودة إلى مستويات بإمكان المجتمع الدولي أن يقبل بها، لكن ستربح أكثر من ذلك، ستربح مليارات من الدولارات المجمدة من الودائع الإيرانية في العالم وليس فقط في الولايات المتحدة، وبالتالي أيضا هذه ضرورة بالنسبة لها. ويبدو أنها حصلت على ذلك، حصلت على ما تريد في موضوع أصبح واضحا على الأقل على لسان الإعلام الإيراني أنه لم يتم مناقشة موضوع الصواريخ الباليستية وموضوع النفوذ الإيراني في المنطقة، وأنه هذا الأمر قد يأتي ربما لاحقا. وثانيا أيضا أن إيران ستعود إلى السوق النفطي وستعود إلى الديناميات الاقتصادية الدولية وستعود الشركات الدولية للعمل داخل إيران، ربما هذا ما أثار حفيظة روسيا في هذا الإطار. وأعتقد أنه للبلدين حاليا، لإيران وللولايات المتحدة، مصلحة في هذه النقطة بالذات بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يبدو أصبح ناجزا وينتظر فقط هذا الرضا الروسي الذي عبر عنه اليوم وزير الخارجية سيرجي لافروف. في الضرورة الأولى عندما تحدثت عن الضرورات الأمريكية لهذا الاتفاق قلت لي الوعد هو وعد انتخابي قدمه بايدن، مجرد اتفاق وخلاص يا دكتور محمد، أم بالفعل يجب أن يكون اتفاق متين ويحفظ الأمن القومي الأمريكي؟
ويجب بالتالي أن يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية من 2015 أو 2018 على أقل تقدير. هناك رئيس وهناك إدارة وهناك حزب ديمقراطي، لكن هناك أيضا ولايات متحدة. الولايات المتحدة أصبحت تعي تماما أن مشكلة الإيران وخصوصا لدول المنطقة ليست في موضوع البرنامج النووي وليس حتى في موضوع القنبلة النووية. هذه الميليشيات التي تنشط في ميادين عديدة في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق، وهذه التحديدات على الدول الحليفة، دول الخليج خصوصا الأتية من الحوثيين، وهذه الصواريخ البالستية التي تهدد فعلا أمن المنطقة، هو ما يقود مضجع المنطقة، وهو ما أصبح يفترض أنه مطلب ليس فقط للمنطقة لكن أمني أوروبي وأطلسي في هذا الشأن. لكن هذا الأمر لن يتعلق بالاتفاق النووي الذي كانت تردد إيران أنها لا تريد مناقشة إلا ما هو له علاقة بالبرنامج النووي، وهذا ما حصلت عليه، ويبدو أنها لم تحصل على أكثر من ذلك. وأعتقد هناك يعني متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية كان ردد أن إيران لم تقبل بما أسماه المطالب الغير عملية أو غير منطقية أو المبالغ بها التي أتت من واشنطن. هذا يعني أن واشنطن جربت، لكن إيران استطاعت أن تصمد أمام هذا الأمر. لكن أيضا بالمقابل، وهذا يعود إلى سؤالك للأستاذ نبيل من واشنطن، الكونغرس يتحرك، الحزب الديمقراطي يتحرك، هناك لوبيات في الولايات المتحدة تتحرك وتهدد بعرقلة هذا الاتفاق، ليس من خلال الكونغرس ولكن من خلال سن قوانين جديدة بإمكانها أن تفرغ هذا الاتفاق من مضمونه. ولهذا هناك يعني عمل على الرئيس بايدن أن يعمله بتقديم اتفاق يعد بأن يكون مقدمة لاتفاقات أخرى أو لمفاوضات أخرى أو لسياسة أكثر شدة مع إيران. دكتور نبيل ميخائيل، أعود إليك من جديد. اليوم كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة، كثير من ملفات المنطقة سواء في العراق، في لبنان، في بين المملكة العربية السعودية وإيران، كله مجمد وبانتظار أن تحدث أي انفراجة من عدمها فيما يتعلق بالاتفاق النووي. في حال وقع هذا الاتفاق، وستكون إيران بالتأكيد المنتصر فيه، ويحق لها أن تقول أنها منتصرة في هذا الاتفاق إذا ما كان لا يشمل على لا صواريخ باليستية ولا تدخلات في المنطقة، كيف ستكون أو يكون شكل المنطقة برأيك، منطقة الشرق الأوسط، وردة فعل الدول المؤثرة على رأسها السعودية وربما إسرائيل؟ هيكون هناك قلق كبير في الدول العربية. مصر هتكون قلقانة، دول الخليج أيضا هتعبر عن سخطها وعدم رضاها على هذا الاتفاق، لكنهم لن يحاولون يعني إنهاءه. يعني مثلا مش هيبقى فيه لوبي عربي يحاول إجهاض هذا الاتفاق هنا في واشنطن. ربما يكون هناك تقارب مصري سعودي خليجي لتنسيق أمور هامة اقتصاديا في فترة صعبة بيعيشها الاقتصاد الدولي، ما زلنا نعيش جنحة كورونا وأيضا أثر الحرب في أوكرانيا، وأيضا تنسيق على المستوى العسكري. لكن أنا في رأيي أن أكبر شيء يمكن للدول العربية استخدامها أو استخدامه لمواجهة إيران هو تحسين علاقتهم مع العراق. يعني لو السعودية، لو دول الخليج بما فيها دولة الإمارات ومصر قاموا بتقوية علاقتهم مع العراق، أعتقد أن هم هيكونوا يعني قادرون على منافسة إيران بشدة، بل إحلال نفوذها في العراق. إسرائيل، ماذا عن إسرائيل؟ هل يمكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا عليها على إسرائيل أقصد لثنيها عن ما يحدث حاليا؟ تشاهد هجمات سبرانية متبادلة بينها وبين إيران والأثار كبيرة، إضافة إلى ما حدث في أربيل أول أمس من استهداف إيراني في الأراضي العراقية وغيرها وقبلها وقبلها، وهذا مسلسل قد يستمر في حلقاته. هو في الحقيقة الضغوط الأمريكية على إسرائيل جارية قبل توقيع الاتفاق. يعني هناك لغة مختلفة عن لغة إدارة ترامب تقدمها إدارة بايدن للإسرائيليين بألا يتعرضوا لهذا الاتفاق،
لكن أنا شخصيا أرى أن إسرائيل طبعا تستمع وتصغى إلى نصائح وضغوط أمريكا، لكن ربما تخشى إسرائيل أيضا نصيحة مقدمة ليها من طرف تاني. يعني مثلا لو الاتحاد الأوروبي بعت لإسرائيل رسالة أرجو عدم التعرض لإيران أو مهاجمتها سواء عسكريا سبريانيا بأي وسيلة، واتركوا هذا الاتفاق ليحيى. لو إسرائيل شعرت أن الضغوط هي قادمة من المجتمع الدولي، أعتقد أن هيكون في تراجع في إسرائيل قوي، وهيطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية صعود إيران كقوة نووية. فأعتقد أن الموقف هيكون صعب من قبل إسرائيل، لكني يعني أرفض النظرية القائلة بأن الدول العربية هتطبع علاقتها مع إسرائيل بمجرد توقيع إدارة بايدن الاتفاق مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني. لا أعتقد أن الأمور هتصير بالطريقة دي. يعني موضوع تطبيع العلاقات ده ليه يعني منطق مختلف، ولن يكون مربوط كلية بالاتفاق المحتمل توقيعه قريبا. طيب أستاذ عبد الله زماني ضيفنا من طهران، أعود إليك أيضا من جديد. كيف سيكون شكل العلاقات بين إيران وجيرانها بعد توقيع الاتفاق النووي؟ هل سيزداد سوءا؟ هل ستزداد الخلافات والمشاكل خاصة مع تدخل إيران وأذرعها في عدد من البلدان منها العراق سوريا لبنان واليمن؟ نأمل أن لا يزداد سوءا حقيقة، ويبدو لي أن دول المنطقة إيران والسعودية وغيرها من الدول قد أدركت ضرورة أن تتعايش هذه الدول فيما بينها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لابد وأن تعود وتنسحب يوما من الأيام من المنطقة، وبالتالي هذه الدول كانت ولا تزال متجاورة فيما بينها، وبالتالي من الضروري أن تجد صيغة مشتركة للتعايش السلمي. لكن الآن السبب الرئيسي في توقف هذا المسار، مسار التفاوض لتحسين العلاقات بين إيران والدول الجوار، أعتقد أنه السبب الرئيسي يعود إلى الانشغال العالم بأزمة أكبر من أزمة المنطقة والخلافات الإيرانية العربية. اليوم العالم والولايات المتحدة وروسيا وكل العالم تقريبا منشغل بأزمة أوكرانيا، لهذا تراجع الاهتمام على صعيد الاتفاق النووي، على صعيد المفاوضات وحتى تشكيل الحكومات هنا وهناك. وبالتالي المؤمل هو أن تتحسن العلاقات لأن هذه أزمة وانتهت. بالنسبة لموضوع الصواريخ التي في مؤشرات برأيك على بدء لتحسن أي علاقات مع الجيران؟ كانت هذه المؤشرات موجودة قبل الأزمة، لكن الآن قد تكدرت بعض الشيء أو توقفت، ونحن في انتظار انفراجة مستقبلية تأتي من توقف أو إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، ثم تنعكس ذلك على باقي المنطقة. أردت أن أشير إلى الصواريخ البالستية. تفضل باختصار. الصواريخ البالستية أساسا لم تكن ضمن الاتفاق النووي، ربما إيران تقبل أن تناقش هذا الموضوع مستقبلا، لكنها الآن ترفض رفضا باتا طرح وإقحام هذا الموضوع في المفاوضات، وهي تؤكد أنه تؤكد أنه يمكن مناقشته لاحقا. طيب دكتور محمد قواص، أيضا بدقائق الأخيرة أتوجه إليك بالسؤال، إن وقع هذا الاتفاق بشكله الذي تحدثنا فيه في هذه الحلقة، كيف سيكون شكل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط؟ هل ستتأثر، تزداد سوءا العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية؟ وتعلم أنه مؤخرا رفضوا زيادة الانتاج بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وبعض وسائل الإعلام الأمريكية قالت أنه حتى الرد على اتصال بايدن أصبح صعب سعوديا أو فتح قنوات تواصل جديد. كيف سيكون شكل العلاقات في المنطقة، الدول الإقليمية بين بعضها والدول الإقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ اولا يعني مهم انك يعني اشرت هذا الموضوع. اولا يعني لا نعرف اذا كان ايران ستتغير بعد هذا الاتفاق، لانه لها تجربه عام 2015 بعد الاتفاق ايام الرئيس اوباما، ولم يتغير الموقف الايراني وسلوكها من اهل المنطقه، وبالتالي كان يعني صدر خلال هذه المرحله
هذا التصريح الشهير أننا نسيطر على 4 عواصم عربية، وهذا كله لم يكن من السلوكيات التي بإمكانها تعبيد الطريق إلى تعاون وتحالف أو حتى منظومة أمنية إقليمية. منذ ساعات تم الحديث عن مبادرة خليجية لجمع اليمنيين، وقيل أنها يعني مبادرة تشاور يمني، وصدر عن اليمنيين من يقول ولا مانع لدينا من أن يحضر الحوثيين هذه المشاورات. طبعا الحوثيين حتى الآن لديهم هذا الموقف السلبي، لا نعرف إذا كان إيران لديها إشارة إيجابية في هذا الشأن. هناك مخاوف يعني تتجاوز موضوع البرنامج الصواريخ الباليستية، لأنه بإمكان دول أخرى في المنطقة أن يكون لديها برامج. الموضوع هو في الخطاب الإيراني وفي المشروع الإيراني. قبل أيام كان هناك هذه الهجمات الصاروخية ضد العراق، هي ضد العراق وليست ضد أهداف قالت طهران أنها تتابع للموساد، هذا ضد، وهذا عشية التوقيع على الاتفاق النووي. وبالتالي هذا كله لا يوتر فقط العلاقة بين المنطقة العربية وإيران، ولا يجمد هذا الحوار الجاري بين السعودية وإيران، لكنه أيضا يوتر العلاقة بين هذه الدول والإدارة الأمريكية، الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. وبالتالي تعتبر أنه من جديد أيضا الولايات المتحدة تبرم اتفاقا وراء ظهر المنطقة وبدون الأخذ بالاعتبار أمن المنطقة ومصالح المنطقة، وحتى بدون التشاور مع أهل البنطقة. وهذا هل يمكن أن ينتج عنه مزيد من سباق التسلح، مزيد من الاتجاه شرقا؟ يعني انظر إلى موقف دول الخليج اليوم من الحرب الروسية على أوكرانيا، انظر إلى موقفهم من الصين، هناك زيارة قريبة خلال أيام ربما أو بعد رمضان على ما أظن للرئيس الصيني، ويقال أنها ستكون أي الاحتفالات والاستقبال توازي احتفال استقبال ترامب ربما أكثر، بمعنى أن دول الخليج بدأت تتجه وتعدد خياراتها سواء في الشق المتعلق بالتعاونات الاقتصادية بين البلدان أو حتى العسكري منها. أعتقد أن دول الخليج قطعت أشواط في هذه المسألة. هناك يعني ما كشفته الصحافة الأمريكية ولم يتحدث عنه الخليجيون وخصوصا السعوديون عن صناعة يعني صواريخ باليستية بالتعاون مع الصين. صحيح. أمريكا تحدث عن ذلك، السعودية والخليج لم يحدث عن ذلك. قبل أيام كان هناك اتفاقات جديدة بين الخليجيين ومصر على التصنيع الحربي، وبالتالي هناك دينامية معلنة وغير معلنة، لكنها تؤكد أن هذه المنطقة ذاهب إلى تحالفات داخلية أكثر متانة وأكثر جدية، وإلى صناعة عسكرية ولأمن ذاتي. وأعتقد أن الولايات المتحدة من خلال الموقف الخليجي في موضوع ما قيل أنه طلب أمريكي بضخ مزيد من النفط إلى السوق، كان واضح جدا أن هذه المنطقة تتمرد على القواعد السابقة، وبالتالي هي ذاهبة إلى أخذ أمنها بعين الاعتبار. هل ستعتبر الولايات المتحدة بهذا الجديد أم لا؟ على أي حال كل المنظومة الدولية وكل المنظومة الإقليمية تنتظر نتائج ما يحصل في أوكرانيا، لأن ذلك سيعيد رسم خرائط التحالفات في المنطقة وفي العالم أيضا. أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي، ضيفنا من لندن. شكرا جزيلا للدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن من العاصمة الأمريكية. شكرا للأستاذ عدنان زماني الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني، ضيفنا من طهران. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.